اعطي الخبز لخبازه لو اكل نصه. دائما بنسمع هذا المثل بس ما بنعرف شو قصته ولا كيف اجا ولا متى بنحكى ولا ليش بنحكى. قصة هذا المثل انه كان في رجل كبير بالعمر عنده مخبز. هذا الرجل عنده عمال وما عنده ولد، فكان يعتمد على واحد من العمال كثير ويعامله زي ابنه. قرر انه الحج انه كبر بالعمر ولازم يستريح بالبيت، وقرر انه يسلم المخبز لهذا العامل اللي عنده. سلموا المخبز واتفقوا وياه انه اخبز على قد الناس لا اكثر ولا اقل، وانا كل يوم بتودي لي 4 رغفة خبز. اتفقوا كل شيء تمام. راح الحجي قاعد بالبيت، صار يودي له كل يوم 4 رغفة مع الصبي. بعد فترة قال انه 4 رغفة كثير على الحجي، وهو لحاله هو الحجي بالبيت حرام، لازم اودي لهم 2 بس. صار يودي لهم 2. فبيوم من الايام هو ماشي بالسوق مر على محل دجاج بده يشتري دجاج، ما لقى بمحل دجاج. استغرب وهو مش من اهل المنطقة، فاضطر انه يروح على الحجي يساله شو قصة انه ليش دجاج مقطوع من السوق. دخل على بيت الحجي لقى فيه خم دجاج داخل البيت، وقعد اثناء الحديث حكى له انه يعني ليش يا حجي ما في دجاج بالسوق. ردت عليه الحجة حكت له انه احنا كنا نستخدم الرغيفين الخبز اللي انت منعتهم عنا بالفترة الاخيرة وندقهم للدجاج، وانت بالفترة الاخيرة قطعتهم عنا وبطل في اكل للدجاج بدل العلف، لانه انت تعرف انه ما في عنا علف في المنطقة. بهاي الحالة بطلنا نقدر نربي دجاج وبطل السوق في دجاج، لان احنا كنا نطلع الدجاج للسوق. حكت له اعطي الخبز لخبازه لو اكل نصه. لو بدنا نطبقه على ارض الواقع هذا المثل، نقدر نحكي انه ما لازم نعطي حدا مهمه هو مش قدها، ولما بدنا نعطي حدا شيء لازم نتاكد انه هو قده وقادر انه يعمله. بهاي الحاله نكون قدرنا نحقق العداله الاجتماعيه ونقضي على الواسطه والتمييز.